معنا عبر سكايب جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مرحبا بك معنا سيد جاسم إلى الاستوديو الآن. إذا القمة تقر خطة عمل لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الإرهاب هي على رأس أولويات أجندة العمل في قمة مجموعة العشرين. ما رأيك بما أقر اليوم وما تطلعنا عليه من جديد في تفاصيل هذه الخطة؟ ما يتعلق في موضوع مكافحة الإرهاب، ربما يعني خلال هذه القمة هنالك العديد من الموضوعات المثيرة للجدل، والتي هي موضوع خلاف واختلاف داخل الأطراف قمة العشرين، لكن هنالك إجماع ربما أكثر على موضوع مكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق في جهود الدولية في محاربة التطرف عبر السوشيال ميديا وعبر الإنترنت. هنالك اتفاق بأنه سوف يتم مع خوادم الإنترنت بضرورة مواجهة التطرف، وكذلك أي إشارات أو أي محتوى أو أي عناوين تدعو إلى الدعاية المتطرفة أو إلى الإرهاب. فإذا الإرهاب هو يتصدر قمة العشرين، ويجد أن هنالك إجماع ولا يوجد يعني طرفان يختلفان على موضوع مكافحة الإرهاب وضرورته. عن أي خلافات تحدثت في بداية كلامك بين دول مجموعة العشرين فيما يخص مكافحة الإرهاب؟ الخلافات حادة، كون أنه الشخصيات أصلا الحاضرة هي موضوع أيضا جدل. يعني لو تحدثنا ترامب، أردوغان وكذلك بوتين، الموضوع المثير للجدل هو موضوع الحماية التجارية، الموضوع التجاري، التجارة الحرة. هذه ربما هي أبرز النقاط الخلاف أو الموضوعات المثيرة للجدل ما بين ضفتي الأطلسي، تحديدا ما بين ألبانيا وكذلك الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني حديث ترامب قبل قمة العشرين، وربما كان في قمة إيطاليا الدول السبع، يعني كان يقول بأن لا توجد عدالة في التبادل التجاري مع ألمانيا، وهنالك ربما استغلال سيء من قبل ألمانيا في موضوع التجارة. فإذا موضوع التجارة والحماية التجارية ربما هي الأكثر موضوع للجدل، لكن هنالك موضوع أيضا ساخن وهو موضوع القرم وأوكرانيا والعلاقات ما بين موسكو وواشنطن. نعم، يعني أفهم من كلامك دكتور أستاذ جاسم محمد الخلافات حول كل النقاط في مجموعة العشرين واردة، إلا أن الجميع اتفق على نقطة واحدة هي مكافحة الإرهاب. هي يعني إذن مكافحة الإرهاب هي التي تجمع الكل حاليا في القمة. نعم بالضبط، ولذلك نلاحظ أنه موضوع مكافحة الإرهاب يتصدر ليس قمة العشرين، كان متصدر إلى قمة السبع، وكذلك اجتماعات ناتو، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا. هنالك إجماع. شكرا جزيلا جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات ومكافحة الإرهاب والاستخبارات، متحدثا إلينا مباشرة عبر سكايب من ألمانيا.